موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. من الشيطان الرجيم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب. قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون، يقول جل ثناؤه يعلم ما يسر هؤلاء الجهلة بربهم، هؤلاء الجهلة بربهم الظانون أن الله يخفى عليه ما أضمرته صدورهم إذا حنوها على ما فيها وثنوها وما تناجوه بينهم فأخفوه. وكذلك ما ظنوا أنه يخفى عليه ما غطوا رؤوسهم به إذا أضمروا في قلوبهم شيئا وقد غطوا رؤوسهم أو تناجوا وهم مغطون رؤوسهم أن ذلك لا يعلمه الله، هو عز وجل يعلم ما يسرون وما يعلنون، سواء عنده سرائر عباده وعلانيتهم، إنه عليم بذات الصدور. يقول تعالى ذكره إن الله ذو علم بكل ما أخفته صدور خلقه من إيمان وكفر وحق وباطل وخير وشر وما تستجنه مما لم تجنه بعد، تجنه تستره يعني مما تستجنه في المستقبل ولم تجنه بعد يعني لسه لم تخفيه، هو قبل أن يخفوه هو أعلم سبحانه وتعالى. قال عن ابن عباس ألا حين يستغشون ثيابهم يقول يغطون رؤوسهم. قال أبو جعفر فاحذروا أن يطلع ربكم، أن يطلع عليكم ربكم أنتم مضمرون في صدوركم الشك في شيء من توحيده أو أمره ونهيه أو فيما ألزمكم الإيمان به والتصديق فتهلكوا باعتقادكم ذلك. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال أبو جعفر يعني تعالى ذكره بقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يقول وما تدب دابة في الأرض، والدابة الفاعلة من دب، الفاعلة يعني على وزن فاعلة، من دب فهو يدب وهو داب وهي دابة، فاعلة يعني وزن فاعلة، إلا على الله رزقها، يقول إلا ومن الله رزقها الذي يصل إليها هو به متكفل، وذلك قوتها وغذاؤها وما به عيشها إلى انتهاء أجلها، فإن الرزق يتكفله الله يتكفل الله به إلى انتهاء الأجل، فإذا انقطع الأجل
كان معه انتهاء الرزق، ليس كما يقول الزنادقة أن البشر والأولياء هم الذين يشطبون الأرزاق أو يكتبونها، وأن الأرزاق عليهم، تعالى الله عما يشركون. وما من دابة إلا على الله رزقها. قال مجاهد: ما جاءها من رزق فمن الله. وربما لم يرزقها حتى تموت جوعا، ولكن ما كان من رزق فمن الله. إذا لم يعطها عز وجل رزقها عند قرب انتهاء أجله، لأن بعض الدواب تموت من الجوع، وهذا لأن رزقها نفد فيأتيها أجلها. عن ابن عباس: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال: كل دابة. قال الضحاك في قوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني كل دابة والناس منهم، يعني الناس أيضا رزقهم على الله. فإذا جاء أجلهم فلا رزق لهم فيموتون. قال: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن كل مال فهو دابة، وأن معنى الكلام وما دابة في الأرض، وأن من زائدة. هذا كلام يعني هو سبق، هو النسخة المطبوعة بيقول: كل ماش فهو دابة، يقول لا، وهو أثبت كل مال، لأن المال عند العرب الإبل والأنعام وسائر الحيوان مما يقتنى، وهذا وجه. لكن الذي في مجاز القرآن لولي أبي عبيد، وهذا نص كلامه، فهو كل آكل. ولا قدرة لي على الفصل في صواب ما قاله أبو عبيدة، يقول لأن نسخة المجاز المطبوعة ربما وجد فيها خلاف لما نقل عنه بالكتب الأخرى. الخلاصة أن يعني الصحيح أن كل دابة لا يلزم أن تكون الأنعام والبهائم، كل ماش لأقرب إلى كلام أبي عبيدة الذي نقله عنه ابن جرير، هو نص كلامه. يبقى كل ماش دي اللي هي موجودة في المطبوعة ليست بعيدة. لأن الله قال: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. يعني الدواب اللي مش بتقتنوها أنتم رزقها على الله، يعني الحشرات اللي التي لا تقتنى رزقها على الله، الله الذي يرزقها سبحانه وبحمده. وبلا شك أن الدواب التي تقتنونها يعني الإبل والبقر والغنم أيضا على الله رزقها، لا تظنوا أنكم أنتم ترزقونها. وقوله: ويعلم مستقرها حيث تستقر فيه، وذلك مأواها
الذي تأوي إليه ليلا أو نهارا، يعني الاستقرار، هي بتمشي تدب ومن دابة تتحرك، إلا على الله رزقها، ويعلم الله مستقرها، الموضع الذي تقر فيه، ومستودعها، الموضع الذي يودعها، إما بموتها فيه أو دفنها، سواء دفنت أو كانت في فوق الأرض فتفرقت، فهو المستودع الذي تودع فيه إلى أن يحشرها الله عز وجل، لأن البهائم تحشر والوحوش تحشر، فإذا هو مكان مستودع، ولو أكلت فإن الله يعلم مستودعها، المكان الذي تكون فيه. قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال: جماعة من أهل التأويل. عن ابن عباس: مستقرها حيث تأوي، ومستودعها حيث تموت. عن ابن عباس: ويعلم مستقرها يقول حيث تأوي، ومستودعها يقول إذا ماتت. عن ابن عباس: يعلم مستقرها ومستودعها، المستقر حيث تأوي، والمستودع حيث تموت. وقال آخرون: مستقرها في الرحم، ومستودعها في الصلب، يعني كأنه نظر إلى أن الرحم مستقر قبل أن تولد، حين كانت في رحم أمها. والصلب أصلاب الرجال، يعني المنية الذي تكون منه، كأنه مستودع يجمعها وغيرها إلى أن يأذن الله في خلقها. عن مجاهد: ويعلم مستقرها في الرحم، ومستودعها في الصلب، مثل التي في الأنعام، الذي هو قوله: وهو الذي خلقكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. حقيقة الظاهر إن الدابة وجدت، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فبعد ما رزقت يبقى ليست في الرحم وليست في الصلب، وإنما هي الآن ترزق. فيعلم مستقرها المكان الذي تستقر فيه، ومستودعها تودع، يعني تؤجل بقى حيث تترك هناك، فهو مكان موتها أو حيث كانت دفنت أو غير ذلك. عن ابن عباس: ويعلم مستقرها ومستودعها، فالمستقر ما كان في الرحم، والمستودع ما كان في الصلب. قال الضحاك: ويعلم مستقرها يقول في الرحم، ومستودعها قال في الصلب. وقال آخرون: المستقر في الرحم، والمستودع حيث تموت. عن عبد الله وابن مسعود: ويعلم مستقرها ومستودعها، قال: مستقرها الأرحام، ومستودعها الأرض التي تموت فيها. عن عبد الله: ويعلم مستقرها ومستودعها، المستقر الرحم، والمستودع المكان الذي تموت فيه. قال آخرون: مستقرها أيام حياتها، ومستودعها حيث تموت فيه.
عن الربيع بن أنس ويعلم مستقرها ومستودعها؟ قال: مستقرها أيام حياتها، ومستودعها حيث تموت ومن حيث تبعث. والقول الأخير ده هو في الحقيقة الأول، لأن هو مش أيام حياتها، يعني هنا المستقر هو الأيام، لكن يقصد أين تستقر أيام حياتها، أين تستقر في أيام حياتها، اللي هو المكان الذي تأوي إليه. فراجع هذا إلى الأول. قال أبو جعفر: وإنما اخترنا القول الذي اخترناه فيه لأن الله جل ثناؤه أنما رزقت الدواب من رزق فمنه، فأولى أن يتبع ذلك أنه يعلم مثواها ومستقرها دون الخبر عن علمه بما تضمنته الأصلاب والأرحام. يعني زي ما قلنا، الدابة وجدت، دبت ورزقت، فالله يعلم مستقرها، المأوى الذي تأوي إليه، ويعلم مستودعها، المكان الذي تموت فيه. ويعني كل في كتاب مبين عدد كل دابة ومبلغ أرزاقها وقدر قرارها في مستقرها ومدة لبثها ومدة لبثها في مستودعها. كل ذلك في كتاب عند الله مثبت، مكتوب مبين، يبين لمن قرأه أن ذلك مثبت، مكتوب قبل أن يخلقها ويوجدها. هذا في إثبات الإيمان بكتابة المقادير. قال: وهذا إخبار من الله جل ثناؤه الذين كانوا يثنون صدورهم ليستخفوا منه أنه قد علم الأشياء كلها وأثبتها في كتاب عنده قبل أن يخلقها ويوجدها. يقول لهم تعالى ذكره: فمن كان قد علم ذلك منهم قبل أن يوجدهم فكيف يخفى عليه ما تنطوي عليه نفوسهم إذا ثنوا به صدورهم واستغشوا ثيابهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.